التربوي الإعدادي والملحق التربويون وملحق الاقتصاد والإدارة، وذلك من خلال حرمانهم. اسمي يوسف عواد، عضو مجلس وطني التنسيقية الوطنية لأساتذة زنزانة 10 خريجي سلم 9. نحن الآن نجسد الوقفة الاحتجاجية التي صدرت بالبيان رقم 24، والذي سبقت محطة يوم 17 نوفمبر في أمام الوزارة. والآن نجسد هذه الوقفة الاحتجاجية التي تصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 17 دجنبر. نحن الآن في هذه المحطة نعلن للحكومة وللوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم عن امتعاضنا وعن استيائنا مما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع. نعاني في جميع مناحي أداء مهمتنا التربوية والتعليمية، وكذلك نعاني اجتماعيا من الظلم والحيف الذي عانت منه أجور الأساتذة والأستاذات وأجور موظفي قطاع التربية والتعليم بمقارنة مع باقي القطاعات، حيث شهدنا أن قطاع الصحة شهد زيادات، قطاع العدل شهد زيادات، قطاع الأمن شهد زيادات، كل القطاعات شهدت زيادات إلا قطاعنا، وهذا بدعوى أننا كثر. نحن كثر فعلا، ولأننا نؤدي مهمة مجتمعية. نحن كثر لأننا نحمل على عاتقنا مهمة لا يمكن أن يحملها إلا الرسل، فقد قيل فيما سبق كاد المعلم أن يكون رسولا. نحن لا نبشر بهذه الأوضاع، لا نبشر بخير، لأننا نعرف أن الأوضاع آلت إلى ما لا يمكن أن يحمد عقباه. نحن نطالب بحقنا أولا في الترقية، نطالب بحقنا في الإنصاف الاجتماعي، لا نطلب شيئا. وهناك فئات، منها فئتنا التي عانت من إقصاء وحيف وظلم في بعض المراسيم التي جعلت منا فئة ضعيفة وفئة مظلومة في قطاع التربية والتعليم. نقول للوزير ونقول لرئيس الحكومة ونقول للبرلمانيين ونقول للجمعيات المجتمعية والجمعيات الحقوقية، نحن في هذا اليوم جئنا نطالب بحقنا، لأنه يوم العالمي لحقوق الإنسان، وبصفتنا إنسان كذلك نطالب بحقنا في الإنصاف، نطالب بحقنا في رفع الحيف، نطالب بحقنا أولا في الكرامة وفي الحرية، وهذا أقل ما يمكن أن يطلب في هذا اليوم. وتحية لكل المنابر الإعلامية التي غطت هذه المحطة. الأستاذ محمد بلال، عضو المجلس الوطني التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية وعضو لجنة إعلام والتواصل بذات التنسيقية. بداية نشكر منبر هوية بريس ومنبر أشكين على تغطيتهم لهذه الوقفة الاحتجاجية، والتي هي جزء من البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني التنسيقية الوطنية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خالد السلم يوم 31 أكتوبر 2022. محطة اليوم تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة من خلالها نريد أن نثير للرأي العام الظلم الذي تعاني منه فئات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحق الاقتصاد والإدارة، وذلك من خلال حرمانهم من الترقي إلى خارج السلم بدون أي مبرر مقنع أو مبرر قانوني. طبعا الحال نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع لتهريب ملف المقصيات ومقصيين من خارج السلم من الحوار القطاعي إلى الحوار المركزي. كذلك نرفض كل الرفض رهن ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم بالمخطط التخريبي للتقاعد، كما نرفض كذلك المحاولات اليائسة للدفع في اتجاه إقرار نظام أساسي يتضمن خارج السلم ولكن بمفعول 2024. موقفنا كأساتذة الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي وملحق التربويون وملحق الاقتصاد والإدارة واضح كما كان ولا زال، وهو إقرار خارج السلم لهذه الفئة بأثر رجعي مادي وإداري منذ 2011. وبطبيعة الحال مرجعيتنا هنا بطبيعة الحال في إطار مرسوم تعديلي استثنائي، ومرجعيتنا في هذا وهو اتفاق 26 أبريل 2011. وبطبيعة الحال نؤكد بأن معركتنا النضالية مستمرة ولن نتوقف حتى انتزاع حقنا في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري منذ 2011. تحية الصمود والنضال المستمر لكل القابضين على الجمر، وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.